بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عملنا البوست وعملنا الإضافة، احنا محتاجين، ده كان الديسكريبت بتاع الإضافة. التعديل طبعا هيبقى مكون عندنا من حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولى إن احنا بنعمل جيت ونعدل اللي هو عايز يعدله، ونعمل بعد كده إيه بوت تعديل. طبعا ممكن نعمل بوت تعديل وخلاص، لكن كده احنا عندنا الـ API بتاعت الجيت، مفيش مشكلة يعني زي ما احنا عايزين يعني. فعشان نكريت الـ API بتاعت البوت، هروح اكريت كده واحده، اختار ان احنا بوت وعلى employees، وطبعا ممكن يكون employees سلاش، ولازم يبعت لي الايه الـ employee ID، يعني لازم يبقى فيه هنا الـ ID على URL عشان نعرف هو بيعدل مين. طيب، وطبعا التعديل ده هيرد عليا بالـ schema بتاعتنا company. تمام، هو قايل له انا عايز اعمل ريكورد ده فاريبل بيساوي هيجنريت جواه واحد، جنريت جواه ايه 1 ريكورد، وبعد كده بقى اخد من البارامز اللي جايه واغيره، يعني هعمل نفس فكره اللي احنا كنا عملناها قبل كده. هقول له ريكورد اوف الاي دي، الاي دي ما بيغيرش. تمام، بس هو المفروض لازم بعد يكون بعد الاي دي، وبناء عليه انا عايز ارجع نفس البيانات، فهقول له هيجيبها برده من البارامز الاي دي. تمام كده، بس لا، احنا ممكن برضو النيم والجوب والسالري والجندر نفس الكلام. هقول له النيم، هتاخد النيم اللي انا بعته لك الجديد، الجوب هتاخد الجوب الجديده، السالري هتاخد السالري الجديده، وجندر. طبعا تلاحظوا حاجه، ده يعني ده مش بيتعامل مع داتابيس حقيقيه، هو بس مجرد بيجنريت داتا وخلاص. لكن احنا في الاول وفي الاخر بنقول ايه، بنقول بس ان احنا عشان مش بنكتب دلوقتي باك اند، فبنخلي الموقع ده يجنريت لنا ويتعامل معانا كان اي بي اي حقيقيه، ونقدر نتعامل من تحت في البايثون ونشوف البيانات دي طالعه مظبوطه ولا لا. ده اصل الفكره يعني. تمام، فاحنا بس بنعمل الاي بي ايز دي كدامي كده عشان يجريت لي دامي داتا معقوله وواقع منطقيه ونقدر نشتغل ايه عليها. فهنروح طبعا احنا ممكن نعمل فانكشن بالجيت لي، احنا كان عندنا فانكشن بالجيت لي واحد، احنا ما كناش عاملين فانكشن، بس احنا ممكن نعملها فانكشن لان احنا دلوقتي عايزين ناخد ده نخليه يعني الفكره دي تبقى فانكشن. فانا هروح كده وماله سيف، المره دي هنخليها 53، وهقول له معلش دف لي ديفاين ليا الفانكشن اللي هيبقى اسمها ايه، هنسميها مثلا ايه جيت جيت اندرسكور امبلي، واخد بارامتر ولا مش هاخد بارامتر، ماشي هاخد الاي دي لو انا عايز اسيرش على الاي دي، او انا هاخد الاي دي مثلا خارجي، خلي الاي دي ايه خارجي وخلاص مش هيبقى موجود هنا يعني. وهنا بقى البيانات بتاعتي انا يعني في الكلام ده كله، انا يا اما هريتيرن الامب ده اللي هو الريسبونس دوت جيسون كله على بعضه، شيل السبيك بقى الطباعه مش هنرجع بالطباعه، خلي الطباعه دي نستخدمها برضه معلش لما نستخدمها في فانكشن تاني. هو كله اوت سايد اوف ذا فانكشن، ندخل كله جوه الفانكشن، هيعمل ريكوست مظبوط على الريكوست القديم، والاي دي المظبوط القديم، والهيدر القديم، ولو كان 200 لو كان مش 200 هيريتيرن، هيريتيرن بس الستاتس كود وخلاص. تمام، لو كان غلط هيريتيرن الستاتس كود، صح هيرجع لي الايه الشخص اللي احنا بندور عليه اللي هو الامبلي بتاعنا. تمام، واعمل فانكشن تانية، اديفاين فانكشن تانية اسمها مثلا ايه برنت الامبلي، طبعا دي لازم تاخد امب كامل، تاخد موظف بيانات موظف كامل، وهي هتبدا ايه، وهي هتبدا تاخد الامب اي دي تطبعه والنيم الجوب السالري. خلاص كده عرفت، كمان عملنا فانكشن للجيت وعملنا فانكشن للايه للبرنت.
هنعمل كمان فانكشن للإيديت للأبديت، يعني أبديت الإمب داتا تمام، برضو دي هتاخد الايه، هتاخد الامب وتبعته. طبعا هتبقى شبيهه لاقرب حاجه عملناها اللي هي كانت هنا اهو، زقه قريبه من البوست، ولذلك انا هاخد كده كاب من البوست دي، من البوست، واغير عليها ما يلزم. انا عملتها رميتها في الابديت ريسبونس، بنادي على العنوان لما اجي اعمل ابديت. طبعا لو انا عايز اظبط العنوان لازم اقول ايه كده، اولا ده مش بوست هيبقى بوت، وهنا عايز اكون احط الاي دي بتاعي، فهقول له امب اوف اي دي تمام، عشان في العنوان الكي بتاعي هو ده، الاي دي هنا لا، انا لازم اقول له امب اوف كده اوف الاي دي تمام. ايش نبعد بس نرتب الامور شويه، الاي دي النيم هيبقى نفس الكلام، الجوب شرحه السالري شرحه الجندر نفس الكلام تمام. كده كونا جبنا البارامترز بتاعتنا كونناها وبعتناها وغيرنا بس ان هي بوت. حلو جدا. لو الريسبونس ستاتس كود جايه مش 200 هريتيرن في الفانكشن دي، هريتيرن الايه للستاتس كود تمام. إلس لو الدنيا تمام في الريتيرن هنا طبعا مفيش مسج، احنا هنا عندنا البيانات بتاعت الشخص كله بالكامل، فانا هقول له ريتيرن الريسبونس جيسون اللي هو عبارة عن البيانات اللي جات لي كاملة اللي هي معدلة، يعني لأن احنا ظابطين من شوية ظبطنا ان هو يعني الابديت ببعت له البيانات هو بيرجع لي الريكورد تاني بس متعدل كده. كونا الفانكشن بتاعت الابديت، كونا الفانكشن بتاعت البرنت، كونا الفانكشن بتاعت الجيت، لسه ما اشتغلناش بقى تمام. عايزين نعمل بقى الشغل بتاعنا اللي هو يعني مثلا هقول له الاي دي، واقول له اول حاجه هقول له اول حاجه انبوت انتر اي دي of the student of the employee you want to edit تمام، وهاخد منه بقى الاي دي ده، وبعد كده هجيت الداتا بتاعته صح. فطبعا الداتا دي لما المفترض لما تشتغل صح هتريترن ليا جيسون فايل تمام، المفروض يعني انا همشي في الويت السليم على طول. فهقول له انا هيجي لي امب لما هنادي على جيت امبلي اي دي وابعت لها الاي دي تمام. حلو جدا. طبعا ممكن اطبعه، يعني ممكن انادي دلوقتي على برنت امبلي وابعت له الامب اللي هو جالي ده تمام. مفترض الامب اللي جالي ده انا هاخد البيانات بتاعته واقول له عدل بقى تمام، عشان اقول له عدل هقول له ايه، عاوز ما اشتريش بس. طب احنا اخدنا البيانات وكله تمام، هبدا اقول له ماشي. بعد ما طبعت البيانات هقول له دخل البيانات دي الى اخره، يعني طبعا هبدا بالتعديل النيم، النيم هو اللي هيبدا يتعدل. فهقول له انبوت كذا 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 كذا، هقول له انتر نيم. طبعا انا ممكن اقول له رساله في الاول، ممكن اقول له ايه انتر نيو داتا اور
press enter to keep it وخلاص. يعني لو عايز يعني رساله في الاول كده لو انت عايز تدخل بيانات الجديده او دوس انتر عشان تخليها زي ما هي. بقول له انتر نيم او هقول له ايه النيم واطلع اسمه على طول تحكوس كده وجاي له ايه هجيبه منين هقول له من امب اوف نيم صح كده واقفل الكوس يبقى كده ايه هيعمل النيم النيم والاسم وهو عامل له نقطتين كده عشان هو بقى يكتب بقى اللي هو عايزه. طب لو ما كتبش وداس انتر عمل له اور تمام اور ايه اور النيم القديم اللي هو ام اوف نيم القديم يبقى يا اما يدخل الاسم بالشكل دوت انا هاخد من الانبوت لو الانبوت دخله نان فاضي يعني خلاص هياخد الام بالنيم اللي هو الاصل القديم الاسم زي ما هو حافظ عليه زي ما هو. وبنفس الاسلوب ده هشتغل بقى مع مين الجوب والسالري والجندر. فاقول له الجوب جوب هنا الجوب والسالري ماشي كنت عايز اغير اوتوماتيك بس مش عارف ان الاختصار ايه مفيش مشكله سوري النيم هخلي هنا ايه السالري واخيرا الايه الجندر ادي كده الجندر. طيب بعد ما عملت البيانات بتاعتي يا ده يا ده واخدت كل البيانات بتاعتي الجديده بقى الامبلي جديد لا بقى عندي فاريبلز جديده النيم والجوب والسالري والجندر ومعايا كده كده الاي دي فوق تمام. دول كده الاوبجكت الجديد اللي انا ممكن اشتغل عليه انا ما عدلتش في اصل البيانات لكن ممكن اعدل في اصل البيانات مباشره بدل ما ارجع تاني احطها ازاي هخش في متاهه او هطول الكود. انا ممكن اقول له امب اوف نيم عشان على طول فهو بقى يا اما ياخد من الانبوت الجديد يا اما يخلي الايه القديم فهمتني. وهنا نفس الكلام الجوب على طول لان انا كده كده الامب شايل اصلا جايب الداتا لسه جايبها فانا مش محتاج ان انا ايه الخبطها تاني. وادي الجوب يا اما ياخد الجوب الجديد يا اما ياخد الجوب القديم وهكذا السالري وهكذا الايه الجندر. بكده خلاص انا الاوبجكت اللي اسمه امب ده دلوقتي متعدل يا اما بالقديم يا اما بالجديد وخلاص الموضوع خلص التعديل خلص. وبالتالي هنادي على ايه على ابديت امب عشان يعدل لي فاقول له ايه ابديت امبلي وبعت له الامب الجديد عشان يعدل. لما يعمل ابديت هيرد عليا يا اما بالستاتس كود يا اما بالايه بالبيانات الجديده فانا هعمل ايه هقول له النيو يبقى انا كده عندي النتيجه اللي جايه لي هقول له النيو ام بتساوي تمام. فكده ده بقى نيو امبلي وبالتالي انا ممكن ابعته للبرنت تتطبع. طبعا لو كان في ايرور اي حاجه هتقف لان ما عملتش حسابات الايرور لكن هروح على البرنت برنت وابعت له بقى النيو ام بي الجديد فهقول له برنت امبلي وبعت له نيو ايه ام بسم الله نجرب. طيب انا عملت رن قال لي انت عايز تعدي الرقم كام؟ قلت له رقم 17. قال لي 17 اسمها رونا فيميل وريسيرش اسيستنت وبتاخد كام؟ 66000 لا كتير نغيرها ماشي. انتر نيو داتا اور بريس انتر تو كيب ات ماشي. قال لي النيم رونا. قلت له لا النيم بسملة. جوب اسمه ريسيرش اسيستنت واحد اوكي. سيبها اللي ضرب قال لي السالري كان اونلي كونكات سترينج نوت فلوت فهو ما عرفش كونكات دي. قلت له ماشي مظبوط نظبطها مفيش مشكله خالص عشان السالري طبعا الوحيد اللي كنا عاملينه ايه فهاجي هنا وما قايل له ايه الستي ار
وهرجع تاني. وكان في حاجة كمان احنا كنا مش كنتش حاببها، لما كنا انه ايه انتر نيو داتا او بريس مش عارف ايه، دي اصلا المفروض ما تبقاش كده، دي المفروض تبقى برنتاية عادية عشان ما يستناش مني ان انا ادوس انتر بعدها. وهو واقف وراني تاني واقول له انتر اي دي فور بليو اديت ماشي 17، قال لي 17 اسمه جراي ومش عارف كمبيوتر سيستم اناليست وبياخد 21000 وميل. قلت له ماشي انتر ماشي اوكي. قال لي اسمه عادي، قلت له اسمه، قلت له اسمه عادي. طيب الجوب بتاعت كمبيوتر سيستم اناليست مستوى تالت ماشي حلوه يلا. السالري 21000 مش عارف، قلت له لا خليها 27000 انتست تمام. ايميل قلت له ماشي ايميل، دوست انتر ماشي. قال لي جميل بس هنا عندك مشكله، كان اونلي كونكات السترنج تو انت الاس تي ار مش عارف ايه. ده فين بقى؟ هنا في البوت واحنا بنبعت على العنوان اللي فوق. قلت له ماشي واحنا بنبعت على العنوان اللي فوق، يبقى هنا اهو. وانا بجيب الايه الامبلوي اي دي، هقول له يا عمي اس تي ار معلش عشان انت بتكون كات وده حق. ونجرب تاني رقم 17 داريس ده ماشي، ميل ماشي اوكي مش عارف. قلت له النيم، قلت له عادي ده التعديل الاول، جوب statistical ما بحبوش بس ماشي خليه. والسالري 7000 وشويه، قلت له مثلا 17000 ميل خلي الزمايل، انا غيرت الاسم بس والمرتب. دوست انتر، رد عليا بيبقى جديد ل 17 اسمه عادل الوظيفه كما هي 17000 وميل. يبقى كده البيانات بتاعتنا اتعدلت وعملنا عمليه الابديت بالفانكشنز بتاعتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.